بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي على السيشن رقم 24 في كورس سي اي سي دي. لسه ستيل بنتكلم في شابتر 6. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الجزء الثالث، الجزء المكمل للتو سيشنز اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت واللي قبلها. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الاند يوزر امبلمنتيشن ميثود. احنا اتكلمنا في السيشنز اللي فاتت الاند يوزر بيكون عباره عن ايه، او اليوزرز اللي ممكن تكريتهم على الكول مانجر. طبعا اتفقنا ان احنا عندنا ابلكيشن يوزر وعندنا اند يوزر. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الامبلمنتيشنز الخاصه بالاند يوزر. لو انا عايز اد اند يوزر على الكول مانجر، طبعا عندي اكتر من طريقه. لو بنتكلم على الاند يوزر، اول طريقه عندي وهي طريقه المانوال كونفيجريشن. المانوال كونفيجريشن بكل بساطه وهي انك تاد اليوزرز على الكول مانجر 1 باي 1، يعني تاد كل يوزر على الكول مانجر باسمه بالبارامترز بتاعته بالاوبجكتس الخاصه بيه. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه وهي طريقه ال LDAP integration. بكل بساطه ان يكون عندي سيرفر او يكون عندي اللاب سيرفر، حضرتك تقدر تعمل انتجريشن معاه وتخلي الكول مانجر يقدر يجيت اليوزرز اللي موجودين على الاكتيف دايركتوري او اللي موجودين على ال LDAP، تقدر تجيبهم من على ال LDAP ويحصل سينك ما بين الكول مانجر والاكتيف دايركتوري او ما بين الكول مانجر وال LDAP، وتقدر تاخد اليوزرز اللي حضرتك محتاجها وتضيفها على الكول مانجر. وهنشوف الميثود بتاعتها المره الجايه. الطريقه الثالثه وهي انك تاد اليوزرز عن طريق الباد او البالك ادمنستريشن تول. الالداب والبالك ادمنستريشن تول بتفاصيلهم موجودين في كورس اي بي في 1 بالتفصيل، باللابات الخاصه بيهم بكل شيء. اللي هنتكلم عنه السيشن الجاي هنتكلم على الالداب انتجريشن، بس هناخد الموضوع از ا كونسبت يعني. بس طبعا زي ما انا قلت لك من شويه، التفاصيل كلها بكل حاجه موجوده في سي اي بي في 1 في الام بي كولابوريشن. المانيوال كونفيجريشن هنتكلم عنها دلوقتي، ونشوف المانيوال كونفيجريشن هي عباره عن ايه وازاي تعدي الاند يوزر والبارامترز المختلفه اللي لازم حضرتك تكون عارفها او تضيفها للاند يوزر. هنتكلم دلوقتي على الاند يوزر اتريبيوتس. الاند يوزر اتريبيوتس بكل بساطه هي صفات الاند يوزر او البارامترز اللي انت ممكن تضيفها للاند يوزر، او هي ايه الحاجات اللي موجوده، اوبجكتس موجوده جوه الاند يوزر تابز. طبعا الاند يوزر ادد ان سيسكو نفا كوميونيكيشن مانجر داتابيز بكونتين الماندتري والاوبشنال اتريبيوتس. طبعا عشان تضيف اند يوزر على كل مانجر، طبعا موجود ده انترنالي جوه الداتابيز، هيكون عندك فيه حاجتين، حاجات اوبشنال وحاجات ثانيه ماندتري لازم تكملها تحت الاند يوزر اوبجكتس عشان تقدر تكمل الكونفيجريشن الخاصه بالاند يوزر. من ضمن البارامترز المهمه جدا الماندتري، عندي اول حاجه بنسميها اليوزر اي دي، وعندي حاجه ثانيه بنسميها لاست نيم. اليوزر اي دي ده بارامتر من ضمن البارامترز او من ضمن الاوبجكتس الموجوده جوه الكول مانجر اند يوزر تاب عشان تقدر تاد الاند يوزر اصلا. واللاست نيم برضو حاجه من ضمن الحاجات المهمه. اليوزر اي دي بكل بساطه هو اليونيك فيلد في الداتابيز الخاصه بالاند يوزرز اللي ما ينفعش يتكرر تاني على الكول مانجر، وهو ده اللي بيقدر يفرق ما بين يوزر والتاني. اللاست نيم هو الاسم التاني بتاع كل شخص، وهنشوف دلوقتي بيكون شكله عامل ازاي وازاي تضيفه وهكذا. تمام. الاوبشنال انفورميشن بتنكلود الاتريبيوت such as the first name والميدل نيم واللاست نيم والتليفوني نمبر. دي اللي احنا بنعتبرها الاوبشنال انفورميشن، يعني الحاجات اللي ممكن حضرتك تحطها او ما تحطهاش، مش هتفرق دلوقتي حاليا. يعني لو جيت تعمل سيف وذاوت انك تحط الحاجات دي عادي جدا، مش هيعمل لك مشكله. تمام. بس طبعا لو حضرتك ما حطيتهاش، طبعا هنا بيقول لك when not defined Optional information fields are left blank، يعني هتشوفها كانها بلانك على الكول مانجر، مش تقدر تعدل فيها وهكذا. اوكي. عشان تعدي اليوزر على الكول مانجر، هي الداتا اللي هتبقى اسوشيتد مع اليوزر اكاونت. يعني انا لو عندي اند يوزر على سبيل المثال، عندي اند يوزر معوق اسمع علينا، الاند يوزر في عندك شويه كده داتا هتبقى هتتعلق على الاند يوزر، عندك داتا هتبقى اسوشيتد مع الاند يوزرز. ايه بقى الداتا دي؟ وهي البارامترز دي كلها لازم تحطها كلها، ولا في حاجات ممكن تحطها وحاجات تانية اوبشنال وهكذا. في عندي ثلاث انواع من الداتا لما تيجي حضرتك تضيف اي اند يوزر على الكول مانجر، في عندي ثلاث انواع من الداتا لازم هتحطها في اعتبارك. في حاجات اوبشنال وفي حاجات مندتري، ما علينا مش دي المشكله دلوقتي، بس المشكله ان في حاجات لازم تيجي تصنفها، لازم تكون عارف الفروقات ما بينها. في عندي ثلاث انواع من الداتا. النوع الاول من الداتا بنسميه بيرسونال اند اورجانيزيشنال داتا او organization settings. النوع الثاني بنسميه او الداتا الثانيه بنسميها الباسوردز. الحاجه الثالثه بنسميها configuration setting او بنسميها call manager related data.
البيرسونال داتا زي اليوزر اي دي والفيرست نيم والميدل نيم واللاست نيم وهكذا، والسيلف يوزر اي دي والمانجر يوزر اي دي والديبارتمنت والفون نمبر والميل اي دي. طبعا كل الحاجات دي معظمها حاجات اوبشنال زي الحاجات اللي تحت دي كلها. وطبعا اهم حاجه عندي لما تيجي تضيف اند يوزر هو اليوزر اي دي واللاست نيم زي ما احنا اتفقنا من شويه. تمام. ده كان الجزء الاولاني الخاص بيه البيرسونال داتا. تمام كده. الحاجه الثانيه وهي الباسورد. الباسورد الخاصه بمين؟ الخاصه بالاند يوزر ده. طبعا احنا اتفقنا في السيشنز اللي فاتت ان احنا عندنا نوعين من الاوثنتيكيشن، او عندنا نوعين من الكريدنشلز اللي انت ممكن تحطها للاند يوزر. النوع الاولاني بنسميه باسورد، والنوع الثاني بنسميه بين، وعرفنا الفرق بين الاثنين. تمام كده. اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي الباسورد. الباسورد اللي انت تقدر تحطها كبريفليج للاند يوزر عشان يقدر يتحكم في اليوزر اكاونت الخاص بيه. تمام كده. النوع الثالث من الداتا بنسميه configuration setting، او بنسميه call manager related data زي البين على سبيل المثال. يعني البين غير الباسورد طبعا، البين والسيب دايجست كريدنشل واليوزر بريفليج واليوزر لوكال والاسوشيتد مع البي سي او الكنترول ديفايسز والابلكيشن فيتشر بارامتر زي الاكستنشن موبيليتي والبريزنس جروب وخلافه. تمام. مش مشكلتنا دلوقتي ان احنا نكون عارفين كل البارامترز دي، لان ده مش موضوعنا دلوقتي. هي الفكرة بس ان انا اقدر احدد الاوبجكتس المختلفة جوه الاند يوزر، كل اوبجكت بينتمي لايه، هل بينتمي للبيرسونال داتا ولا بينتمي للجزء الخاص بالباسورد ولا بينتمي بالجزء الخاص بالكول مانجر ريليتد داتا وهكذا. اوكي. الحاجات دي لازم هتحطها في اعتبارك كويس جدا، لانه حاجات هنتكلم عنها السيشن دي وحاجات هنتكلم عنها السيشن الجايه لما نيجي نتكلم على الاكتيف دايركتوري او لما نيجي نتكلم على الانتجريشن مع الالدا. لازم هتكون حضرتك عارف الحاجات دي، وهنتكلم عنها السيشن الجايه بجزء من التفصيل شويه. تمام. طيب تعالى بقى نشوف اللاب اللي احنا هنعمله لما نيجي نقاد اند يوزر على كل مانجر. بكل بساطه ادي الكول مانجر بتاعي. تمام. والكول مانجر موجود عندي، عايز اخش اد اند يوزرز على الكول مانجر. الاند يوزرز قد يكون مثلا احمد ومحمد وعلي وحسين وحمدي وهكذا، دول احنا بنسميهم الاند يوزرز. تمام. عايز اضيف الاند يوزرز على الكول مانجر بطريقه مانوالي. تمام. بكل بساطه هتخش على الكول مانجر من الجزء الخاص باليوزر مانجمنت. بكل بساطه تخش على اليوزر مانجمنت وتختار طبعا الاند يوزر. لما بتخش على الاند يوزر بتقول له اد نيو. فلما بتقول له اد نيو بكل بساطه بيسالك على شويه بارامترز. ايه بقى البارامترز اللي هيسالك عليها؟ الحاجات اللي عليها استرسك هي الحاجات المهمه جدا، وما ينفعش تعمل سيف من غيرها. لو جيت تعمل سيف هيقول لك انكمبليت بارامترز وهكذا. ايه بقى الحاجات المهمه؟ اول حاجه عندي اليوزر اي دي، دي حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا ومش هتعرف تكمل اصلا الا لو كنت حاططها. ده بيبقى اليوزر اي دي. اليوزر اي دي زي ما انا قلت تاني، ده اليونيك فيلد في الداتابيز اللي ما ينفعش يتكرر. على سبيل المثال يعني ايه الكلام ده؟ لو نفترض ان انا عندي شخص اسمه حمد عبد البديع على سبيل المثال، وعندي شخص تاني برضو نفس الاسم حمد عبد البديع، ما ينفعش اليوزر اي دي يكون في كلتا الحالات حمد عبد البديع، هيدي لك كونفليكت في الداتابيز. امال احنا بنعمل ايه؟ على سبيل المثال بنجيب اول حرف من اسم الشخص واسم العيله الخاص بيه. طبعا اسم العيله اسم غالبا اسم ما بيتكررش، او اسم يونيك خاص بكل شخص، فغالبا احنا بنحط اول حرف من اسم الشخص واسم العيله الخاص بيه. فعلى سبيل المثال يوزر اي دي هيكون اتش دوت عبد البديع. على سبيل المثال اليوزر اي دي ده ما ينفعش يتكرر تماما، ولو حضرتك فكرت انك تكرر يوزر اي دي متكرر قبل كده هي طبعا هيديك كونفليكت في الداتابيس. الحاجه الثانيه المانداتري وهي اللاست نيم، وهي عبد البديع على سبيل المثال. طبعا اللاست نيم اسم عادي ممكن يتكرر، بس اهم حاجه اللي ما ينفعش يتكرر وهي اليوزر اي دي. لو انا كتبت الاثنين دول وقلت له سيف هيسيف عادي جدا مفيش مشاكل. طب ايه بقى البارامترز الاوبشنال؟ طبعا زي ما انت شايف اليوزر اي دي والفيرست نيم واللاست نيم والديبارتمنت واليوزر اي دي والسيلف سيرفيس وهكذا، كل دول بنسميهم بيرسونال داتا. طيب الباسورد دي من البارامترز اللي بتندرج تحت الباسورد بارامترز، وده الجزء اللي انت تقدر تكريت منه الباسورد الخاص بالاند يوزر. وهنشوف انت بتستخدم الباسورد ده امتى، لما يكون في كريدنشال انت هتحطها على اليوزر ده عشان تقدر تحطه في جروب او رول زي ما احنا اتفقنا في السيشن اللي فاتت، عشان تقدر تتحكم في اليوزر ده انه يقدر مثلا يعمل اكسس للكول مانجر يتحكم في البارامترز الخاصه بيه وهكذا. اوكي. طبعا البن زي ما حضرتك شايف دي تنتمي تحت الجزء الخاص بالكول مانجر ريليتد داتا او الكول مانجر سيتنج، ودي هنستخدمها لما يكون اليوزر ده هنستخدمه مثلا عشان خاطر نلوجن بيه على تليفون وخلافه، او نلوجن بيه بسيرفيس مختلفه زي الاكستنشن موبيليتي سيرفيس وهكذا. اوكي.
طيب ده بالنسبه لي الفيرست نيم والميدل نيم، بس طبعا كل الحاجات دي طبعا بالنسبه لك معظمها حاجات اوبشن، لان اللي يهمني دلوقتي حاليا في الكورس ده هو الجزء الخاص باليوزر اي دي والجزء الخاص باللاست نيم. في سي اي بي فيت 1 هنتكلم بالتفاصيل عن الاند يوزر والبارامترز دي بتفاصيلها والكونفيجريشن بتاعتها وهكذا. اوكي ناقصني حاجه واحده بس، دلوقتي انا كريت الاند يوزرز اللي هم موجودين عندي هنا مفيش مشاكل. ولو تفتكر حضرتك لما كنا بنقاد الفون، لما كنا بنقاد الفون مانوال تليفون يعني اي بي فون على سبيل المثال، كنت بتقاد التليفون وبعد ما تقاد التليفون التليفونات بتقدر تتكلم بعض عادي جدا مفيش مشاكل. بس استنى لحد دلوقتي، انا لو جبت التليفون من التليفونات على سبيل المثال لو عندي التليفون بالشكل ده كده تمام، ودست على الزرار الخاص بالدايركتوري وعايز سيرش على اسم شخص انا ما اعرفش الاكستنشن بتاعه، فبكل بساطه بتسيرش بالفيرست نيم او باللاست نيم او باليوزر اي دي على سبيل المثال. طب لو نفترض ان انا اصلا ما عنديش يوزر، هتيجي تدوس حضرتك على زرار الكوربريت هنا وعشان تسيرش باسم الشخص، لو الشخص ده مش متكريت له يوزر نيم اسمه مش هيظهر لك هنا في الدايركتوري. طيب عشان اخلي الاسم بتاعي يظهر في الدايركتوري هعمل ايه؟ بعد حضرتك ما تكريت اليوزر نيم بكل بساطه هتيجي هنا هتلاقي هتخش في التاب او الجزء الخاص بالديفايس انفورميشن، هتلاقي في عندك الكنترول ديفايس. الكنترول ديفايس ده بكل بساطه هي انك بتعمل اسوشيتد للاند يوزر اللي انت لسه مكريته ده مع الاي بي فون الخاص بيه. فتقدر تعملها منين؟ تخش من الديفايس انفورميشن، تخش على الديفايس اسوشيشن، هيطلع لك طبعا الافيلبل ديفايسز اللي انت تقدر تسلكت منها الديفايس اللي حضرتك عايز تعمل اسوشيشن مع الاند يوزر ده. وبعد ما حضرتك تختاره بتعمل سيف، وبعد كده تيجي تعمل مره تانية تسيرش على اليوزر في الدايركتري هتلاقي ظهر لك عادي جدا مفيش مشاكل. اوكي تعالى بقى نشوف ازاي نيمبلمنت اللاب الخاص بالاند يوزر. بكل بساطه هتخش على كول مانجر، تخش على التاب الخاص بيوزر مانجمنت، وبعد كده هنخش على الاند يوزر. طبعا هنقول له فايند، فايند ده لو حضرتك عايز تسيرش على اليوزرز اللي موجودين، طبعا مفيش يوزرز خالص. لو انت عايز تسيرش على يوزر بالفيرست نيم حضرتك هتختار الفيرست نيم وتكتب هنا الفيرست نيم اللي انت عايز تسيرش بيه، او عايز تسيرش بيه اللاست نيم او اليوزر اي دي او ديبارتمنت او الدايركتري يو ار اي وهكذا، طبعا على حسب حضرتك عايز تسيرش بيه. طبعا مفيش يوزرز خالص متكريته، هنقول له دلوقتي اد نيو. هيسالك اول حاجه على اليوزر اي دي تمام، بس لو جيت تشوف اليوزر ستيتس دلوقتي هيقول لك اكتف لوكال يوزر. هنشوف يعني ايه اكتف لوكال يوزر بس السيشن جاي مش هنقولها دلوقتي. طيب اول بارامتر او اول اوبجكت هيقابلنا او اول حاجه تقابلنا هي اليوزر اي دي. اتفقنا اليوزر اي دي بنقول مثلا اول حرف من اسم الشخص او ثاني حرف او ثالث حرف طبعا على حسب البيزنس ريكويرمنت الخاصه بيه. فهنقول له مثلا اسم الشخص هنقول له مثلا اتش دوت عبد البديع على سبيل المثال تمام. والبارامتر الثاني المهم اللي انا لازم احطه هو لاست نيم. اوكي خلينا كده نحاول ان احنا نتست حاجه. لو انا حطيت اليوزر اي دي بس وقلت له سيف، حضرتك كده هتيجي تبص معايا يقول لك ان اللاست نيم از ريكوايرد بليز سبيسيفاي ا فاليو اند تراي اجين، يعني لازم تحط عندي اللاست نيم عشان يقدر يكمل معاك الكونفيجريشن الخاصه بيه. طبعا لو قلت له لاست نيم بالنسبه لي دلوقتي هقول له عبد البديع تمام، يبقى انا كده ضفت اليوزر اي دي واللاست نيم. هل لو انا عملت سيف دلوقتي هيسيف؟ بكل بساطه هيسيف، سيف هيسيف معايا الكونفيجريشن عادي جدا مفيش مشاكل. اوكي لو انا عايز اعمل باسورد خاص باليوند يوزر ده هتعمل ايه؟ بكل بساطه هتخش على الباسورد وتكريت الباسورد الخاصه بيه تمام. انا قلت له مثلا الباسورد الخاصه بيه من 1 ل 6، وبرضه حضرتك لو عايز تعمل بن هتقول له البن بتاعتي مثلا فور اكزامبل مثلا من 1 ل 6. انا بوريك بس ازاي تكريت الحاجات دي، بس طبعا الحاجات دي لها كونفيجريشن خاصه بيها وهنشوفها ان شاء الله في سي اي بي فيت 1. طبعا انت عندك بارامترز ثانيه زي سيلف يوزر اي دي والبن والميدل نيم والتايتل والتليفوني نمبر وهكذا. طبعا كل الحاجات دي ليها اماكنها في الكورسات التانية هنتكلم عنها ان شاء الله لما يجي وقت. طبعا كل البارامترز دي انت مش يعني مش مطالب انك تعرفها دلوقتي ولا حتى ايفن ان انت معاك سي سي ام بي كولابوريشن. كل حاجه من الحاجات دي ليها كاستمايزد كونفيجريشن خاصه بيها او كاستمايزد كيس خاصه بيها، فانت هتشوفها يا اما حضرتك يا اما هتشوفها في الاوبريشن لو انت شغال اوبريشن او هتشوفها في الامبلمنتيشن. كل الموضوع ده بيعتمد على حسب الكاستمر نيدز تمام. لو انا عايز بقى اعمل اسوشيشن للاند يوزر الخاص بيا اللي انا لسه عامله دلوقتي اللي هو حمد عبد البديع بتليفون خاص بيا بحيث ان اسمي اتليست مثلا الاسم بتاعي يظهر في الدايركتري، فهتعمل الكلام ده ازاي؟ حضرتك دخلت على ديفايس انفورميشن كنترول ديفايس، طبعا مش هتلاقي فيه اليوزر ده مش بيكنترول اي ديفايس خالص
تمام، ودي الافيلبل ديفايسز اللي موجوده عندي. طب لو انا عايز الكنترول ديفايس معين هروح على ديفايس اسوسيشن واقول له فايند، هيطلع لي الديفايسز اللي موجوده عندي اللي انا اقدر اسيلكت منها الديفايس اللي انا محتاجه. على سبيل المثال انا هختار مثلا الديفايس ده سي اي بي سي اللي هو سيسكو اي بي كوميونيكيتور، ده الماك ادريس الخاص بيه وده الاكستنشن، واقول له سيف سيلكتد تشينج. بعد كده ارجع لليوزر باك مره ثانيه، تمام، هنزل تحت كده هلاقي ان الكنترول ديفايس بالنسبه لي بقى التليفون ده او الماك ادريس ده. بعد كده هتقول له سيف. وانس ان انا عملت كده، كده اند يوزر، كده لو انا عملت سيرش على الاند يوزر ده في الدايركتري هيظهر معايا عادي جدا ومفيش مشاكل، واقدر ادايل عليه كمان. تمام، طبعا خليني برضه اوريك حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. لو حضرتك تفتكر كنا بنتكلم على البرميشنز انفورميشن، الجروبس والرولز، اقدر اسيلكت اليوزر ده ان هو يكون ممبر في جروب معين، وبالتالي هينزل تحت منه الرولز بتاعته الخاصه بيه. لو قلت له اد اليوزر تو جروب معين، طبعا هتقول له على سبيل المثال، طبعا هتختار له طبعا البرميشنز بتاعته او الرولز بتاعته على حسب النيدز بتاعتك زي ما انت عايز. طبعا تقدر تدي له كل مانجر ستاندرد، كل مانجر ادمن، ادمن يوزر على سبيل المثال، او اند يوزر، او جيت واي، او ريد اونلي لو انت عايزه يبقى ريد اونلي السيستم فقط، وهكذا. وطبعا الكلام ده احنا هنعمله بالكونفيجريشن كل بتفاصيله وحتى الكستمايزيشن بتاعته في سي اس ام بي كولابوريشن. بس لو نفترض ان احنا نديله على سبيل المثال دلوقتي هنقول له كل مانجر ادمن يوزر على سبيل المثال، يعني نديله ان هو يكون ادمن او ادمنستريشن للكل مانجر انترفيس الجزء الخاص باليوزرز، اقول له سيلكت على سبيل المثال اد سيلكتد، وبعد كده اقول له سيف. لو جيت تبص معايا كده للرولز اللي هتنزل تحت الجروب ده، هيكون عندي ستاندرد كول مانجر ادمن يوزر وستاندرد سي يو ار ريبورتنج على سبيل المثال، بعد كده اقول له سيف. سيف، لو انا جيت جربت، انا داخل دلوقتي باليوزر اللي هو الخاص بالادمن، لو انا جربت اعمل لوج اوت وقربت اخش باليوزر اللي هو اتش دوت عبد البديع، تمام، والباسورد بتاعتي من 1 لـ 6، اقول له لوجن. وانس انك عملت لوجن على الكول مانجر هتلاقي ان اليوزر اللي انت عامل لوجن بيه دلوقتي هو اتش دوت عبد البديع على سبيل المثال. يعني لو جيت قلت له مثلا، لو دخلت في الانترفيس اللي احنا كنا لسه موجودين فيها حالا وهي الاند يوزر، تيجي تبص معايا يقول لك يوزر از نوت اوثرايزد تو اكسس ذيس بيج. يعني ده معناه ايه؟ معناه ان اليوزر ده مفيش عنده بيرميشن ان هو اكسس اصلا الانترفيس دي، فاذا لازم يكون عندي بالنسبه للاند يوزر ده يكون محطوط في جروب الرولز بتاعته تسمح له انه يقدر يعمل كده. ودي كانت حاجه من ضمن الحاجات اللي انت تقدر تطبقها على اليوزر، وهي البيرميشن والبريفليج الخاصه بالرولز والجروبس. اوكي، ده كان بالنسبه لللاب الخاص بالمانوال كونفيجريشن الخاصه بالاند يوزر. اتمنى يكون الموضوع بالنسبه لكم واضح لحد ما بالنسبه للمانوال كونفيجريشن. اشوفكم ان شاء الله في السيشن الجاي، هنتكلم ان شاء الله على ال داب الكونسبت الخاص بيه وهكذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.